المغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الجمعة، حيث دائما تبقى أجواء مضطربة تميز كل المناطق الشمالية مرفوقة بتساقط لزخات من الأمطار نحو السواحل الوسطى والشرقية، ستكون تحت وقع الرعود ثلوج نحو منطقة الأوراس التي يفوق علوها 700 متر. أجواء باردة تبقى تميز كافة المناطق الشمالية حتى بشمال الصحراء مع هبوب لرياح قوية نحو منطقة الواحات، وأجواء مستقرة على أغلب مناطق الجنوب الكبير. يوم السبت بإذن الله زخات من الأمطار الرعدية ستشمل السواحل الوسطى والشرقية، بعض الأمطار نحو السواحل الغربية، ثلوج نحو المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية، أحيانا تكون تحت وقع رعود نحو منطقة الأوراس. الأمطار أيضا ستشمل محليا مناطق شمال الصحراء والثورة ورياح قوية نسبيا نحو منطقة الواحات، في انتظار أن تلتحق إليها الأمطار بحول الله تدريجيا. بالنسبة ليوم الأحد تبقى دائما بعض الأمطار تشمل شمال الصحراء كذلك منطقة الثورة، ودائما نفس الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية مع انخفاض مستوى الثلوج على القمم الوسطى والشرقية التي يتراوح حولها بين 600 إلى غاية 800 متر.